عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 اكتر من اي حاجة في الدنيا. انا بعمل فيديوز بايدي وصعب بعمل لكم فلوجات كتير قوي اكتر ما بطلع بوشي، بس اتأكدوا ان انا بحب الفيديوهات اللي انا بطلع فيها بوشي جدا جدا. تمام، فيديو النهاردة هيبقى منتجات خلصتها، هل هرجع اشتريها تاني ولا لأ. المنتجات اللي انا خلصتها دي هتبقى ان شاء الله اخر منتجات انا خلصتها في 2021. هنبدأ بقى نخلص مع بعض حاجات كتير قوي في 2022. عارفة ان انتوا بتحبوا نوعية الفيديو دي، اعملوا لي لايك للفيديو ده واشتراك للقناة عشان نكبر التشانل، وكمان شير لصحابكم عشان يشوفوا القناة. وعايزة كومنتات كتير بقى، واللي عايزة اي فيديو عن اي حاجة تكتب لي تحت في الكومنتات وانا هعمله لها على طول. تمام، هنبتدي كده مع بعض باول حاجة. حاجة انا خلصتها ولسه بخلصها امبارح، هي استخدام مرة واحدة. الماسك ده كريمي ماسك، ده يا بنات عامل زي هقول لكم الطمي، بس الطمي ده بانواعه. يعني مثلا الطمي ده بالورد، في عندهم طمي بالشوكولاته، في عندهم طمي بالفواكه. ده من اوريفلام، من الماركه بتاعت لاف ناتشر. تمام، انا عايزه اوريه لكم كده من جوه شكله عامل ازاي. هو استخدام مرة واحدة بس. إيه ده شكله اهو، ودي شكل العبوة كده، يا دوب كفه وشي، يا دوب يعني عملت تغطيه كامله لوشي. الماسك ده بيعمل ايه؟ هو حقيقي فعلا بيصفي الوش، بيديكي شويه نضاره. لو عندك حبوب يعني بينضفها. يعني انا امبارح انا وشي متبهدل حبوب الفتره دي جدا، وده باين يعني انتوا شايفين اكيد، وشعري بيقع وحالتي بالبلة. يعني بحاول انقذهم يعني بالمستحيل بمعنى اصح. فالماسك ده يعني فرق معايا جدا امبارح، بس انا هقول لكم ما تشتروهوش. ليه بقى؟ لان الماسك ده ب45 جنيه، الاستخدام مره واحده. فالموضوع مش عاجبني قوي يعني بصراحه، ان انا اشتري حاجه ب45 جنيه هستخدمها مره واحده وبعد كده هتترمى. فما انصحكوش ان انتوا تجيبوه. لو معاكوا بقى زياده وكده في حياتكم يعني فلوس فاشتروه، بس انا يعني بقول ان انتوا تدوروا على البديل الارخص احسن. تمام، فده كده شكل الماسك. تمام، ده اللي بالورد. اوكي، مش هرجع اشتريه مرة تانية. وعلى فكرة انا ما كنتش شارياه، هو كان جايلي جفت، هو واحد تاني لو تفتكروا. فلو جالي جفت اوكي هستخدمه، ما جاليش جفت انا استحالة ان انا اشتري ماسك ب45 جنيه استخدمه مرة واحدة. بعد كده الحاجة اللي معايا هو السيروم ده من زين، ده من صفحة زيوت هندي. قد ايه كلمتكوا عليه؟ يعني انتوا لو متابعيني من زمان هتعرفوا ان انا لكيت عليه كمية لك مش طبيعية. السيروم ده تحفة يا بنات، تحفة بجد. السيروم ده فيه زيوت كتير جدا، فيه زيت الأرجان والأملة وفيه كمان أعشاب هندية انديان هيرب، وفيه كمان ميني فيتامينز، وفيه بايوتين اللي بيقوي الشعراية. السيروم ده كويس جدا 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 بجد، من التجارب الحلوة اللي فرقت في شعري في فترة أنا شعري كان فيها متدمر. أنا عامة كل فترة كده شعري بيتدمر، زي دلوقتي بصوا خفيف جدا جدا وبيقع بطريقة فظيعة. فمحتاج شوية تقوية، وموقفة الفيتامينز بتاعتي، وموقفة حاجات كتير جدا، وده هتعرفوه بعدين ليه. السيرم ده هشتريه تاني جدا، بس المرة دي يعني او الفترة دي لما حبيت اشتري جبت حاجات مختلفة عشان اعرف اكلمكم عنها، عشان اقدر ان انا افيدكم بيها. انا كيوتيوبر مش بعرف حتى لو حابه الحاجه ان انا اكررها، لا لازم ان انا اجيب حاجات مختلفه عشان اعرف افيدكم اكتر واكتر، وان انتوا تستفادوا بالبرودكت اللي انا بجربها. تمام، بس ده انصحكم بيه جدا جدا. سعره انا مش فاكره سعره بكام حقيقي، لاني جايباه بقالي فتره طويله، ولكن انصحكم بيه بشده. يعني ده الطب بتاع السيرومات بتاعه الشعر لو حابه ان انت تعالجي شعرك. حمامات الكريم اللي انا خلصتها الفتره اللي فاتت، اول حاجه خلصتها هو الاثنين حمام كريم دول من لاف ناتشر، دول من اوريفلام. دول انا كنت شارياهم، الواحد كان عامل 20 جنيه، الاثنين دول ب40 جنيه. اجمل 40 جنيه صرفتهم في حياتي حقيقي، تحفه جدا 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 بطريقه انتم ما تتخيلوهاش بجد. جمال قوي، ريحتهم مانجا مانجا، انت حطوا مانجا على شعرك، ترطيب فظيع، ترطيب تحفه، بيخلي الشعرايه زبده بجد، تحفه جدا. حبيتهم قوي وهرجع اشتريهم تاني ولا لا؟ هرجع اشتريهم، وعايزه اجرب اللي بالموز واللي بالافوكادو. يعني في حاجات كتير قوي انا حابه ان انا اجربها من اوريفلام، من ماركه لاف ناتشر. بصراحه حبيت 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 يعني. وكمان عايزه اقول لكم شكل الباكج كده يخليكي
عايزه تجربي من كتر الالوان وشكل المانجا اللي عليه وكده، فتحفه جدا، انصحكم بيهم. وبعد كده معايا الحمام الكريم ده من لوفيا. لوفيا ده طب لو شعرك جاف، يعني انا معايا حاليا كاريتيه ده توأم لوفيا، هو لوفيا كلمتكم عنه قبل كده في افضل حمامات كريم لترطيب الشعر، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس، روحوا اتفرجوا عليه. هتلاقيني عامله لكم كده زي ريفيو كده لكل حمامات الكريم اللي انا بستخدمها واللي انا بحبها، تمام؟ ده حلو قوي لو شعرك جاف، لو شعرك متهالك، لو عامله بروتين، لو عامله صبغه، هاتيه هينفعك جدا وهيرطب لك شعرك بطريقه فظيعه. فانا بحبه قوي 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 وهرجع اشتريه تاني طبعا، بس انا حاليا بخلص اللي عندي. البشره والشعر ندخل على الجسم. اول حاجه خلصتها للجسم هو الديودرنت ده من سبيرنج من ماي واي، انا فصلاه كده، انا علمتكم الطريقه عشان نستغل البرودكت احسن استغلال. ده بالزبادي، زبادي فقط، حلو جدا، بحب الاوريجينال اللي بالزبادي بس انه مبيبقاش فيه روايح ومش بيضايقني يعني، تمام. ده 24 ساعه، حلو جدا، 7 جنيه، انصحكم بيه وكلمتكم عنه كتير، واظن مفيش بنت في مصر ما تعرفش الديودرين ده حقيقي. تاني حاجه خلصتها للجسم هو زيت شجره الشاي. زيت شجره الشاي من الزيوت المفيدة جدا في قتل البكتيريا، بكتيريا الجسم او البشرة على حسب، بتحطيه على موضع الحباية النشطة، والله العظيم خلال اسبوع انتي هتبقي فلة سواء للبشرة او للجسم. انا كنت بستخدمه خلال حبوب الجسم، ظهري، المؤخرة، ايدي، جلد الوز، انا بستخدمه في الحاجات دي وبجد بيديني نتيجة مبهرة، وكل مرة بستخدمه فيها بنبهر بيه كأني ما استخدمتش زيت شجرة الشاي في حياتي. فحرفيا ب5 جنيه من عند العطار هيحللك مشاكل طب في حياتك يعني، تمام. نيجي بقى عند المرطب بتاع الجسم، رطبات الجسم اللي انا خلصتها. الحقيقه ان انا مهمله جدا في ترطيب الجسم، ما برطبش جسمي كل يوم، فممكن يوم ويوم، كل 3 ايام كده يعني. انا فتاه مصريه بتكسل جدا، بالذات بعد الجواز بقى وكده، في حاجات بتبقى اهم يعني، تمام. فما بخلص يعني مرطبات للجسم كتير، بس انا خلصت الحمد لله، خلصت. ده بصوا يا بنات، ده من دايليكيت، ده من ماي واي، سمعت عنه ريفيوهات كويسة جدا، والحقيقة ان انا برضو عجبني جدا جدا. ده ب12 جنيه، عبوة كبيرة جدا، بصوا من جوه ب12 جنيه، بس بيرطب الجسم كويس جدا، ريحته مش مزعجة، ريحته كاكاو، الجسم بيمتصه بسرعة، قوامه كده خفيف سهل التوزيع، فكان كويس ومطلعش عيني يعني، فحبيته جدا. ولو هرجع اكرره تاني، هرجع اكرره، حلو جدا، مفيهوش اي حاجه وحشه انها تخليني ان انا ما اكرروش تاني يعني، تمام. واخر حاجه معايا واخر مرطب يعني استخدمته هو الكريم ده من سانسو كير كريم. الكريم ده كنت جايباه لعلامات التمدد بتاعه الجسم، كويس جدا على فكره، وفرق جدا في علامات التمدد بتاعه جسمي، بس انا حاليا بستخدم حاجه تانية وهقول لكم عليها الفيديو الجاي. الحاجة دي يا بنات يعني دي المفروض انها بديلة لكل كريمات علامات التمدد، فلو نجحت معايا فهتبقى حاجة كويسة جدا، وهعمل لكم عنها فيديو خاص، بس هكلمكم عنها الفيديو الجاي بإذن الله، وتجربتي بقى معاها هعلن عنها في النتيجة. وبس كده حلوة، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده واشتراك للقناة وتفعلي علامة الجرس على علامة الكل عشان اول ما نزل اي فيديو جديد تتفرجي عليه على طول. يلا.